هذا هو مدرج هنا هانسس ترشدك لعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حنا الناس ديال جمعيه تجار فضاء الكرمه ببوشريط، كنا جدو المسؤولين وكنطالبهم يشوفوا من حالنا. حنا راهنا في المبادره تنتكرفسوا في الشمس وتنتكرفسوا في الشتاء، وانا راه بزاف الحوايج زدتهم من المال ديالي الخاص، سقفت انا زدت سقف من عندي من المال ديالي الخاص وزدت شحال من حاجه، ودابا حاليا من كاين الشتاء راه تدخل علينا حتى لداخل من هاد الجهه ومن هاد الجهه، يعني من الجويه كاملين تدخل علينا الشتاء، وما عندناش الاناره، ما عندناش الماء اللي هو مهم، المهم الحياه ديالنا، مهم النظافه ديالنا، المهم الغسيل ديالنا. كيفاش حنا غادي تكون عندنا نظافه وحنا عندنا ماكله؟ كيفاش غتكون هذه النظافه؟ ما كاينش الماء، ما كاينش كيفاش نغسلو، ما كاينش كيفاش غادي ننقيو الطوابل، كيفاش غادي ننقيوهم، كيفاش غنغسلو الدجاج، كيفاش غنوفروا؟ حنا عينا ما تندقوا الناس نمشيو للقهاوي تنعمروا، كانوا تيعمروا لنا الله يجازيهم بخير، ولكن راه الله يحسن العوان، راه كل نهار ماشي انا تنمشي هذا تيمشي وهذا تيمشي، راه الله يحسن العوان، راه اطروا راه بزاف. ولهذا حنا كنطالبوا من المسؤولين وكنا نشدوهم، الله يرحم لكم الوالدين، جيو شوفونا وشوفوا من حالنا، وعلى الاقل ندركوا غير على الشتاء وعلى الماء، والماء والماء مهم، على الماء شي الضوء ماشي مشكل، ولكن الماء راه النظافه هي كلشي، راه اللي ما كايناش نظافه راه ما كايناش ماكله، اللي ما كايناش نظافه راه ما كاينش الناس فين غيجلسوا. واخويا المشكل عندنا هو انه خويا راه حنايا هذه مبادره ديال سيدنا الله ينصرو، والناس المسؤولين اخويا راه جاوا بداو لنا وما كملوناش، فينا الشتاء فينا الشمس، قالوا لنا في الاول بانهم غتحيدوا من البلايص ديالكم وغادي نديروا لكم الضو غنديروا لكم الماء. دابا خويا ما كاين لا ضو لا ما، ديك النهار جا السيد العامل وقال لنا يعني هذه اللحوم راه خاصها تكون في الثلاجه، وحنا ما عندناش الضو، وكي غنديروا حنا ندخلوا الضو وكنديروا في الثلاجه والضو ما كاينش، ومن هي حطونا هنايا ما كاينش اللي التفت لينا، كل شيء يعني منتشر، الناس للباع المتجولين مازال تيدوروا، مازال كل شيء كاين، ولا الى الا الله، حنا عانينا، فينا الشتاء فينا الشمس فينا كل شيء، ونهار نخدموا ونهار ما نخدموش، راه الله راه قالنا غنقادوا لكم الامور وغنظموا لكم الامور وينجح المشروع، وقال لك ساعدونا باش ينجح، ساعدناهم، جينا طلعنا سمحنا في بلايصنا كنا كنصوروا فيها فلوس، دابا بلايصنا ولاو شادين وحدين اخرين، ولا الى الا الله محمد رسول الله. كنطالبوا حنايا باش يجوا عاوتاني يراعيونا ويجيو يدخلوا لنا الضو والماء، حنا بغينا الضو والماء ويجيو يقادونا، هنا راه كاين شي طبالي هنا ما خدامينش، يعني الناس ديالهم مساكن حتى هما قال لك ما كنخدموش هنا كيضيعوا لنا السلعه ديالنا كتضيع ما نخدموش، اذا والمشروع ما ناجحش، اذا حنا بغينا هذا المشروع يعاود يحيونا ويحاول ينجح، حنا بغينا ينجح لان المبادره ديال سيدنا وحنا بغيناها تنجح لان هي بالاسم ديال سيدنا الله ينصرو. فالمشكل اللي عندنا هو حنا كنعانيو هنا في هذه المبادره بزاف، حنا راه حنا مكرفسين بزاف، واحد يعني مكرفسين بزاف، يعني ما عندنا لا ما لا ضو، دابا اللي صبت الشتا يعني مكرفسين بزاف، يعني كنا كنوليو كنتلعدوا بالبرد، ما كاين لا مغطي لينا لا والو، ما دينا لا الفرق بيناتنا لا حتى شي حاجه، مزاحمين، لا بغى يدخل عندك شي كليان ما كيصيب حتى من يدوز، والحال الخبز يفزق لينا، حتى الشانطي يعني هنا قدامنا يعني كيدوز الطوموبيل شي الا كان صب الشتا كيطير لينا الماء، كنا كنعمرو غيس الماء موسخ كلشي، يعني ما كاينش يعني العنايه هنايا، دابا كنطالبوا من السلطه باش يراقبونا هنا، يعني يشوفوا واش يديروا معانا هنايا، يبنيو لينا حتى حنا يغطيو لينا هنايا الكرمه، يعني راه موقع زوين هذا ماشي ما زوينش، راه زوين، حنا عايشين منه الحمد لله، حنا كنقولوا هذيك 40 درهم والحمد لله، اللهم كون نمشي نسولوا في الزنقه نطلبوا، الحمد لله حنا عايشين الحمد لله. ونطلبوا منهم باش يجيو يقادوا لنا هذا الشيء ودخلنا الماء والضو، يدير لنا طواليت هنايا، كنمشيو ندقوا على الديور باش ندخلوا للطواليت، حشومه، أنا ساكنه بعيده، حشومه بزاف، وكاين يعني كل شيء كاين الإمكانيات عند المخزن، كل شيء كاينه، وراقدين، علاش يجيو يفيقوا يصاوبوا لنا هذا الشيء؟ راه عيب هذا الشيء وحشومه وعار، حنا رانا دراوش فقارة، حنا باغيين نعيشوا على قد الحال وما لقيناش اللي معاوننا والو. خويا حنا صراحة هنا النهار الأول جابونا قالنا غادي تستافدوا، غيكون الماء والضو بشروط. وغادي نخويو البلايص اللي كنستافدو منهم في الاول اللي كانوا عندنا، وملي جينا هنايا راه حنا دابا بلايصنا ولاو فيهم ناس اخرين، وحنا جينا هنايا ما كاين لا ما لا ضو، كاين العشوائيه وما كاين صراحه ما كاين لا تنظيم لا والو، والماء والضو هو اللي ضروري مع الدنيا. كنتكرفسوا جات الشتا كنتكرفسوا بزاف الحال، حتى كتشوف دابا نيت انتوما حضرتوا كاين الشتا التكرفيسه لا ورتالا انتوما كتشوف، بغينا المسؤولين يجيو كما قالنا النهار الاول كاينه شروط باش غادي تكون باش غنستافدوا ويكملوا معنا، منهم اول حاجه الضو، صراحه الضو احنا عندنا مشكل كبير فيه، لا يعقل تكتبيع الماكله وما عندكش الضو، باش دير ثلاجه ولا باش تقدام ولا اش اخويا
مكرفه السكر هي ب 500 درهم النهار، مكرفه بزاف ما تنبيع والو، تنعاني بزاف. البرد، انا البرد قاسيني من هنا، خاصني شي حاجه من هنا، خاصني شي حاجه باش يديروا لي من هنا باش ما بقاش يجيني البرد. البرد والشتا فيا انا، دابا راني مصافره بلاصتي، راني مصافره، انسى كاع مكرفصه، كلشي مكرفص ليا، خبز مكرفص ليا، كلشي مكرفص. قلنا هو الشتا مكرفصاني وانا كنخدم وكنحط هذاك الشيء ديال البنان، ومع الشتا وكله كيخسر ليا انا بلا شقاب. شوف الكروسه خاسره وهي عامره ما، وكنطالبها بالسقف شويه باش يتصاوب ليا السقف والشغل ديالي، ونكونوا هما هادو. الله يرحم الوالدين. هاد الشتا ما كتخلينيش نخدموا كاع، حنا السقف عندنا عريان، كله عريان من اللور كامل. هاي وهي عامره ما دابا، كنحطوا البنان تفاح اي حاجه كتخسر لينا، هو هاد الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.